فضيلة الشيخ، هل تصلى سنة الضحى في السفر؟ اي نعم، سنة الضحى تصلى حتى في السفر، وقد ذكر كثير من العلماء ان صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام الفتح في بيت ام هانئ 8 ركعات ضحى، قال ان هذه سنة الضحى، وقال بعض اهل العلم ان هذه سنة الفتح. وعلى كل حال فسأعطيك قاعدة ينفعك الله بها ان شاء الله: لا يسقط عن المسافر من النوافل الا 3: راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء، وما عدا ذلك فهو باق على اصله. فالنوافل المطلقة للإنسان المسافر أن يتنفل بما شاء، وصلاة الضحى وصلاة الليل والوتر وسنة الفجر وصلاة الاستخارة وتحية المسجد كلها باقية على أصله، فأنت تستثني 3 والباقي على أصله. 3 هي راتبة الظهر والمغرب والعشاء. نعم.